الجو اللندني ليس لندنياً كثيراً هذا الشتاء، فلا غيوم ولا أمطار ولا حتى ثلوج، بل جو ربيعي بامتياز عدا بعض الأيام الباردة بداية هذا الشهر. ومن المعروف في لندن خاصة في هذا الوقت من العام أنه عندما تشرق الشمس يخرج الناس أيضاً، إما للعمل خارجاً أو لإمضاء فترة الغداء تحت أشعة الشمس. فالبريطانيون لم يعتادوا أن تكون درجات الحرارة في يناير الربيعية تقريبياً إلى هذا الحد، إذ سجلت بريطانيا الأسبوع الماضي رقماً قياسياً جديداً لأعلى درجة حرارة وصلت إليها البلاد شتاءً في أجزاء من اسكتلندا بلغت 19.6، وتجاوز الرقم القياسي الجديد هذا مستويات سجلت في أشهر يناير سابقة، بلغت حينها درجات الحرارة 18.3 في عام 2003، وفي عامي 1958 و1971. إذن تغير المناخ لم ييبس الحشيش الأخضر فقط في الصيف الماضي، بل غير الجو اللندني الشتوي أيضاً الذي يعشق البعض لندن بسببه.